مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مره ثانيه وثالث وقفتنا الحواريه لهذا الصباح هذا اليوم. لليوم الثالث على التوالي بتتواصل فعاليات وجلسات حوار المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب بمحافظه الاسماعيليه بمشاركه 1200 شاب وفتاه، وطبعا بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين. وزي ما تابعنا على مدار اليومين الماضيين كان في جلسات حوار مع الرئيس مباشره، وكان تم ايضا اطلاق مبادره اسال الرئيس عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، وهي تطبيق الكتروني من خلاله بيستطيع الشباب توجيه الرسائل او الاسئله مباشره للرئيس. وتابعنا ايضا ردود الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها في اليومين الماضيين مباشره وعلى مختلف الموضوعات. هنتكلم في هذه الوقفه الحواريه عن فعاليات هذا المؤتمر ودوره في تعزيز ثقافه التواصل المباشر بين الشباب والقيادة السياسية، مع ضيفنا اللي مشرفنا فيه الاستوديو الآن دكتور أحمد عيسى الباحث في إدارة الموارد البشرية. دكتور أحمد صباح الخير وأهلا بحضرتك معانا. صباح الخير، أهلا بحضرتك. يعني لو نتكلم في البداية، حضرتك شايف فكرة عمل مؤتمرات للجمع بين الشباب والقيادة السياسية والتواصل المباشر بينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فكره المؤتمر فكره جيده جدا، لان التواصل زي ما حضرتك قلت في المقدمه هو الباب السحري لحل المشكلات. انا عاوز بس الاول اقول لحضرتك تعليق على شعار المؤتمر، ابدا انطلق. الابداع هو الحل، يعني لو انا عاوز ادور على حلول مختلفه، حلول غير تقليديه، فلا بد من التفكير الابداعي. والتفكير الابداعي تقريبا له اربع محاور رئيسيه، بتبدا من الادراك. لازم الاول ادرك المشكله، اسمي الامور بمسماتها زي ما قال الرئيس، يعني ما يكونش فيه تغييب للوعي بالنسبه للشباب، بالنسبه للمجتمع، اواجه المشكله بشكل جيد، ده الادراك. بعدين التشخيص بيبدا على طول بعدها، كل ده في الابداع. لازم اشخص وافرق بين المشكله والظاهره، وهل اللي انا بواجهه دي مشاكل حقيقيه، ولا هنقعد نتكلم في المشاكل، ولا هنبحث عن الحلول. والافضل طبعا ان المؤتمر بيبحث عن حلول مش بيتكلم في المشاكل، عشان كده ليه تعليق اقول لحضرتك بعد شويه. بعد التشخيص بيبقى في جمع معلومات، انا بجمع المعلومات من بابها، يعني من المصادر الرئيسيه الموثقه. فاذا كنت ببحث عن حلول للشباب، فانا باخد المشاكل من الشباب، بسمع الشباب، بستمع اليهم، انصت اليهم، بحيث ان انا اخد المعلومات منهم وليس من افتراضات او من استنتاجات مسبقه عند اي حد في الحكومه او المسؤولين. وده بالفعل اللي شاهدناه في المؤتمر، عشان كده بقول لحضرتك الدورتين السابقتين، وايضا في هذه الدوره الثالثه، ومتابعه مباشره لهذه الاسئله الموجهه مباشره لسياده الرئيس وكافه المسؤولين. كمان بنتكلم تحديدا عن مبادره اسال الرئيس والتواصل المباشر وفتح باب الحوار حول اي موضوع. يعني تابعنا موضوعات مختلفه تماما ومتنوعه بيسال فيها الشباب الرئيس، والرئيس ايضا بيجيب بكل صراحه. ازاي حضرتك شايف هذه المبادره؟ المبادره الفكره رائعه، وآلية التنفيذ طبعا هي لسه في البدايه، ممكن نشوفها بعض المسائل اللي ممكن يتم تدارقها فيما بعد. ولكن الاروع في مبادره اسال الرئيس ان يكون السؤال بشكل مباشر للرئيس، يعني زي ما حصل في اول يوم، انما تقريبا امبارح يعني كانت الاسئله مكتوبه. فيفضل في المؤتمرات اللي زي ديت يكون الحوار بشكل مباشر ومع نوعيات مختلفه من الشباب، عشان برضو يعني تكون المعلومات من مصادرها الموثقه. يعني لازم احس، ما هو مش هيحصل اي تغيير الا لما ادرك، ومش هيحصل تشخيص سليم على اساس غير سليم. فلا بد ان يكون الاسئله بشكل، يعني هي مبادره جميله جدا، الفكره رائعه، ولكن التنفيذ برضو من وجهه نظري يعني بيشوبوا بعض المسائل اللي ممكن بعد كده تتحسن. انما هي فكره ممتازه وبنت قوي في اول يوم، انما امبارح تقريبا كان الموضوع كله مكتوب ما عدا شويه استثناءات. لكن الفكره بشكل عام زي ما حضرتك بتقول رائعه. ازاي هذه الفكره تساهم في يعني خلق او تنميه الوعي لدى الشباب بقضايا مجتمعه، ويعني نقدر نقول صنع خبره لديه لمواجهه يعني هذه المواقف في المستقبل، او التعرض بشكل مباشر للسياسه او القياده السياسيه؟ هو الشباب معني بامور مهمه جدا. يعني حسب المؤتمر الاول في شرم الشيخ كان في ثلاث قضايا رئيسيه او ثلاث محاور رئيسيه كان الشباب مهتمين بيها: قضايا التعليم بشكل عام، قضايا البطاله ومحاربه الفقر، وقضايا الاسكان. فالشباب مهما كان بعيد عن الحاجات ديت مش
هتاخد منه أي مخرجات، مش هتاخد منه أفكار. فأنا عشان أطلع الإبداع اللي عند الناس وأفكر بشكل مختلف، لازم إن أنا أدور على محاور للشباب. تفضل. طيب.